بيبانكو. بونجور بونجور، صباح الخير، صباح الفل الناس كلها، اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من بيبانكو. بيبانكو ليميسيون تحكي على الببليسيتي والكومونيكاسيون. كوم دابيتود عندنا لي روبريك ابيتيون تاعنا شانسون دو بوب، اي في اخر الميسيون تاعنا عندنا حكايه البوب، اي كالعاده في الميسيون تاعنا نجيبوا موضوع ونفركوا رومانا معنا افيك دي زيكسبير. اي اليوم السوجي تاعنا هو اليوزر اكسبيرينس او تجربه المستخدم. شنو هي اليوزر اكسبيرينس؟ وقت نستعملوها؟ شنو هي الميثودولوجيا المنهجيه نستعملوها باش نحسنوا تجربه المستخدم؟ ولاي غايه نستعملوها في الكوميونيكاسيون والماركتينغ؟ لي زيكسبير لي انفيتي دو كلوب اليوم معايا فرحان باشا، معايا علي دي ليسار، نهى جعفر اللي هي الفاوندر دو يو اكسرز، مرحبا بك نهى. ميرسي، عايشك مهدي. اي علي دي لمين، وليد قرقني، زاد هو ولد الدار، دونك ديجيتال ماركتر فروم باريس. يس اوكي، دونك خطفني خطفين اليوم دو باساج. مرحبا وليد. عايشك وبيك، مرحبا مستمعين اكسبريس اف ام الكل، سي ان بليزير باش نعديو مع بعضنا شويه وقت ونحكيو على اليو اكس. اي ايناس يانيول تخطى علينا من بعد في وسط ليميسيون. دونك باش نبدا ببعض الارقام، 80% من اللي يستعملوا لي سيت ويب يخرجوا من السيت اذا كانت التجربه ماهيش باهيه. 73% الشركات اللي حسنوا تجربه المستخدم في لي سيت نتاعهم ولا زابليكاسيون نتاعهم ولا خدموا على اليو اكس نتاعهم يراو لوغمونتاسيون تاع الشيفر دافير نتاعهم زيد ب 73%، و 60% من المستهلكين يخيروا يستعملوا لي سيت ويب اذا كان الاكسبيريونس اللي باهيه معناتها. دونك ابارامون الامباكت معناتها مش نحطوا اون كيستيون اسكو باهيه ولا مش باهيه، مي هات نبداو ديريكتومون نعرفوا شويه ديجا بشنو هي تجربه المستخدم. الوغ اليوزر اكسبيرينس ديزاين اللي هي تعرفت باليو اكس، او فيت سي تجربه المستخدم، معناتها قاعدين نصنعوا في دي برودوي اللي هما يلبيو في حاجات حاجات المستخدمين. دونك انت كي تقولي باغ اكزومبل مهدي انا نحب نشري من عشفور، ولا باغ اكزومبل نحب نمشي ناكل حاجه، سا سي دي بيزوان اي دي بروبليم كون اي ان تران دو رونكونتري نهار كل، واللي انا لازمني نعرف مهدي شكون وشنو يحب وشنو ما يحبش باش نجم انا نلبي له الحاجه نتاعو. معناتها اون ان تران دو ريبوندر ا دي بيزوان، ابري ريبوندر على او بيزوان يا دي سوليوشن. دونك لي سوليوشن بوف اتر ديجيتال، ينجم يكونوا كهرباء، كرسي، كيس، اي منتوج، اي منتوج. انا ديما نقولها وهذا يعرفوني، اسكو نجمو نعملو اون بو كونسيفوار بيب ولا اون بورت اللي نجموش تدخلوا فيه. لازمني نعرف انا ليتر هومان قداش طول وعرض لا موين اون فيت، اسكو نجم نعمل كيس، نصنع كيس، نجمش نهز نشرب فيه قهوه سخونه اتسيتيرا. دونك اي اون بلوس لوتيليتي دو لا شوز، ومن بعد دخل فيها الاستيتيك بيان سور، على خاطر احنا نحبوا نشريو حاجه مزيانه اي استيتيك اي يوتيل ان فان كونت. دونك اليوزر اكسبيرينس ديزاين Elle sert plus ou moins à comprendre les besoins et les problèmes des utilisateurs en général. Et le tarif, on va rentrer en détail. Pour pouvoir concevoir des solutions adaptées aux besoins et qui répondent aux problèmes. Après, l'innovation, on dit de l'esthétique, etc. نحب جوست نزيد نضيف على اللي قال الكل، يعطيك الصحة ديجا جاوبت على كل شيء. مي يا 5 دومين دو باز لليو اكس اللي تعرف اكثر اليو اكس بوتيتر افيك لو ديجيتال، دونك لي سيت ويب اي لي ابليكاسيون، دونك سو كون ابيل يوزر فريندلي ويب سايت. دونك لا نافيغاسيون لي فاسيل، اون تروف فاسيلمون لي سي تي ا، لي كول تو اكشنز، لي بوتون، معناتها فاسيلمون اون تروف سكون شيرش، اون فا ديريكتومون واحد ان باز ديال شنو كيوال بانيي تو سا. دونك لي 5 دومين دو base, donc la conception des sites web, des applications mobiles, la conception des produits physiques. Je prends exemple les voitures Mercedes, je crois qu'il donc j'ai l'utilisateur et que fait le corps si il veut dur à l'émin ou donc les boutons et qu'on nous grab barcha le besoin par l'utilisateur. Donc quel feedback, le retour de l'expérience des utilisateurs, donc ils disent comment améliorer ou hasse le produit pour répondre au maximum aux besoins des utilisateurs d'une façon générale. Voilà, حبيت نتفاعل معاك، فما حكينا ديما نحكيوها في فوالا اكزاكتومون في المرسيدس، حبيت نلوج عليها المعلومه اسكو صحيحه والا لا. ما كاينش هاكا نقولوا جو دو تخوا مارك ديال فولكس ما بداش فما كونكورونس ونيسكا فوالا كمان. دونك لي جون دو روبين سمعنا اللي يقولوا قبل في لي زاني 80 وقت العالمه التجاريه هذه لانسيت الكراب تاعها في امريكا، ما لقاو لي فون تاعها ما مشاوش
برشا جاوا يثبتوا علاش يلقاو خاطر الامريكان ما عندهمش البلاصه اللي يعيشوا برشا قوي والبريس جوبلي نتاعهم ماهوش ماهوش موجود فهمت مي مي قاعد سي ليجوند اوربين ما سي با ماهيش اكده الحكايه نو مي مي سي سور من بعد كي خدموا الكراهب جدد دونك ايزون ادابتي لي بوتون لي معناتها في سورتو لي كوموندو فولون كيف كيف سيتي بارابور لو بيزوان تاع تاع لي زوتيزاتور دونك هذا الفيدباك دونك دونك بور revenir les cinq domaines donc on a fama les sites web les conceptions physiques malgré et tout ça fama les logiciels les applications professionnelles notamment les logiciels les macro logiciels et tout ça de comptabilité et tout ça donc fama les services en personne exemple les interfaces numériques d'une façon générale et les jeux vidéo qui sont aussi fihom barsha barsha tafaral avec les utilisateurs les jeunes surtout donc voilà هذوما هما لي 5 دومين هذوما لي 5 دومين دابليكاسيون يو اكس دونك يا لو لا بارتي ماركتينغ كلاسيك اي لا بارتي ماركتينغ ديجيتال اللي هي نوتامون تو سكي كونسيبسيون سيت ويب ابليكاسيون Inès Sagnoul, t'as bien donc founder de Commit. Bonjour Inès. Désolée pour le retard. Merci pour l'attente, voilà. Positive merci. Yes. Merci d'avoir meublé, manière pour le retrouver. On a parlé عرفنا بالتجربة المستخدم et tout ça. Ben ok, انا نحب نستعمل هل نحسن في تجربة المستخدم في العالم التجاري نتاعي وكذا. شنو هي الديمارش لازم نستعملها باش نحسن في تجربة المستخدم. As a design thinker, man. هو سي معناتها دو بون سونس معناتها برشا بون سونس اللي هو اول حاجه مادام عندي انا مستخدم وقاعد يتعامل ديجا مع البرودوي نتاعي ولا مع السيرفيس نتاعي اول حاجه ساعه جو في اوبسيرفي اوبسيرفي نعمل معاه امباثي نحط روحي في بلاصته فما برشا دي تكنيك دو كوليكت دو دوني موجودين فما حاجات اللي هما نجم يكون نحط روحي في بلاصته سيدير نستعمل انا بيدي لو برودوي نجم يكون ان فيت انترفيو نعمله معاه ونساله في حاجات معينه نجم نكوليكت الداتا بطريقه اخرى نبدا نشوفه من بعيد معناتها نتبعوا شنو قاعد يعمل ما يعملش ومثلا في الكام تاع ديجيتال نجم نتبعوا حتى باللي شيفخ اللي هما موجودين معناها على البلاتفورم فما برشا دي تكنيك معناها دو دانترفيو هو اول حاجه لازم نعرفها سي شنو نحب نحسن انا شنو المشكل شنو هي شنو النقوز اللي ضرب اللي خليني نقول يلزمني نحسن في الـ في الـ في تجربه المستخدم نتاعي هذه اول حاجه باش نجم نعرف انا وين نحط الفوكس نتاع الريشيرش معناتها اسكو نجم هذا سؤالك مهم رمارك مهمه اسكو نعرف نعرف انا شنو نحب نحسن تنجم سا ديبون كل مره كيفاش معناتها تنجم تكون عندك داتا جاتك فما مثلا سوا جاتك الكاستمر معناتها السيرفيس مثلا معناتها السيرفيس كليون جاك قال لك راهو عندنا برشا دي زابيل في الحاجه الفلانيه ولا عندنا برشا ريكلاماسيون في الحاجه الفلانيه هذيا نقوص اوكي ينجم يكون عندك بيس نتاع ما بعتش اسي ولا فما كونفرسيون ماهيش قاعده تمشي ولا حاجه كيف من هكا هذيا نقوص اخر ينجم يكون عندك برودوي جديد ولا عندك موديفيكاسيون مازلت كيف عملتها انستاليتها ولا فيتر جديد زدته ولا حاجه كيف من هكا ينجم يكون عنده ان امباكت دونك اون فيت هذيا نقوص واحد اخر دونك اون فيت ديما باش نخرجوا من من انسايت جينا من البزنس والا مثلا ان كومونتير من عند الكليون تو سامبلومون اللي هو مثلا كيما انا ديرنييرمون شريت حتى نعرف باش نحكيو على اليو اكس سا سون معناتها تظهر الحكايه ياسر للديجيتال اما انا من موندو اللي انا جاي فيه ماهيش مربوطه كان بالديجيتال جمله معناتها انا عندي انا حتى في 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 موزي مثلا ولا في المتحف صحيح. فما يوزر اكسبيرينس في المتحف معناها انت ملي تدخل من الاول منين باش تسمع بيك كيفاش باش تشري البي نتاعك كيفاش باش تمشي تقابل الجيد واحد وكل شيء هذيك كلها زاد معناها احنا زعما فات نحكيو على جربه وسيت انها جربه معناتها تحطت في الباتريمون مونديال دو لونسكو كيف كيف التجربه يلزمها تتبدل وشنو هي التجربه نحبوا نعملوا معناتها تطبق بالكدا حتى تجربه المستخدم معناتها على جربه باغ اكزومبل
هما فيت جو بونس في الاول وقت اللي في الهيستوريك خاطر انا حليت عليها الكتابه مدني نقول يا اخي انا الديفينيسيون نتاعي نتاع اليو اكس ديزاين هي ديزاين ثينك اما معناها علاش ولا ابليكي للديجيتال يا اخي نلقى اللي هو في الهيستوريك اول جماعه تبنيت الديزاين ثينكينغ في الخدمه هما ناس نتاع الديجيتال دونك هزوا معاها كلمه يو اكس وقال لك راهي نتاعنا وجماعه الاخرين اللي هما يعملوا في الديزاين ديسباس ويعملوا في الديزاين تاع حاجات اخرين فهمت غزروا هكايا معناتها دونك جو قال اوكي بيا هذوما خطفوها هذايا ديزاين هزها معاهم عاش لينا نحن دونك افكتيفمون دونك اول حاجه ديما معناتها باش نلخص اللي قلته اللي هي اول حاجه يلزمك الغوشيرش والكوليكت نتاع الدوني على الكليان ولا اليوزر نتاعك تكون صحيحه وهذيك يسمها تكون نتعرف وين قاعد تلوش وتخلي روحك زاده تو تو سوربران خاطر فما حاجات نجم ما قريت لهمش حسابهم دونك يلزم تخلي زاده لوفيرتور باش تشوف حاجات اللي انت ما قريت لهمش حسابهم ان فيت تتقبل ديما عندك لوي كريتيك باش نجم تكون تكابتي لافورماسيون مي هي بريفمون قبل ما نتعداو للشانسون دو بوب وقت ليش هل الديماش هذه ولا الريفليكسيون تاع اليو اكس في الديماش تاعي معناتها للتسويق للمنتوج سيرفيس تجي معناتها في اني تاب تجي هل انا جدي ملي نصنعوا البرودوي حتى لين نبيعوه وميم حتى مش حتى نبيعوه خاطر فما احنا ماركتينغ اون فيديليزي لي كليون باش يعاود يشري مره يعاود يشري دونك انا جدوا كيما قالت الناس جدوا اوبسيرفي ونعاود ديما عندي عين عليه باش نجم كل مره نرجع نشوف ساعه كي شري سي كوا ليكسبيريونس كيلا او افيك لا mais en ligne ou elle a en fi supermarché hein donc là qu'on a en général ensuite quand je reviens sur période par exemple je vais bako biscuit على ستي شد جمعة اسكو باش يعاود يشري بعد جمعة والا لا وكان ما عاودش يشري شنو هي المشكلة خلي نفهم معناتها بوتيت البرودوي ما عجبوش بوتيت انا لو باكاجينغ بوتيت الحل نتاع الباكاجينغ اللي انا ماشي في بالي اللي هي طيارة برشا دونك نلقاها اللي هي معناتها اللي با اديكوات وي فازي وي التابو نتاع باكويت الحلال مي فوالا سي سا او فيت دونك احنا اون بوبليسيتي او فيت كي نصنعوا ولا كي كونت اون ان تران دو كونسيفوار دي سوبورت دو كومونيكاسيون جو ديري ديجيتال ولا افيش ولا ان سبوت بوبليسيتير لازمنا نعرف انا السبيكتاتور شكون ولا لو ريسيفوار شكون خاطر كون جو في باش نعمل ان ميساج لازمني ساعة الافيش تكون لي كومبوزونت نتاعها يحكي والميساج نتاعي والسبيكتاتور باش يتقبلها سي لا ميم شوز مو جو ديري كو لازمني نفهم ليتيزاتور سي كوا سي بروبليم بيزوان اتسيتيرا وكون جو في كونسيفوار اون سوليسيون que ce soit un produit digital ou à la physique, là, elle va communiquer avec lui. ومش باش يشريها ويمشي ولا يستعملها مره نو معناتها هي منهجيه تقعد ديما طونك المنتوج موجود الخدمه موجوده في توت لون دو لا في دو برودوي اكزاكتومون دونك بور ريبوندير ان تي بو سامحني جوست معناتها اللي كان تحكي فيه صحيح الكل 100% دونك بور ريزومي اون دو مو سي اون امون اي اون افال كيل كو سوا لو برودوي كو سوا في ديجيتال ولا في البرودوي باش نتعسف عليك شويه خاطر جا وقت لو مومون دو وقت الشانسون دو بوب كي العاده السؤال اللي نطرحه اللي يتبعوا فينا واللي حاضرين هل الغنية هذه في انا ببليسيتي استعملوها